هذا صديقي نجم، عمره 8 سنوات. نجم يعيش مع عائلته في مزرعة كبيرة. عاشت عائلته هنا منذ أجيال عديدة. في مزرعتهم يزرعون أنواعا مختلفة من الفواكه والخضروات. مثل باذنجان والطماطة. وأشجار العنب وغيرها الكثير. نجم فخور جدا بعائلته. لديهم ضيوف اليوم وهم يعملون الدولمة. الدولمة العراقية مميزة جدا وتقدم في كل مناسباتنا العائلية. ولكل عائلة ومنطقة طريقتها الخاصة في تحضيرها. الحياة في المزرعة جميلة جدا، وهناك دائما الكثير من الأعمال التي يمكن القيام بها. التعاون يجعل العمل أسهل وأجمل بالتأكيد. أخبرني نجم أنه فخور بكل تقاليد عائلته. والكل أحب الدولمة التي ساعدت الجميع في تحضيرها.